الإعلاميين داعم أساسي للمرحلة القادمة، هي مرحلة عمل وإنتاج. بالشكل اللي كانوا داعمين فيه بمرحلة التحرير، بنفس المبدأ هن داعمين بمرحلة البناء. في يوم الصحفي السوري نقف اليوم لنستذكر أننا نتابع إرث عريق من الصحافة السورية، سواء كتجربة وعراقة وتاريخ أو من القامات الصحفية التي نتمنى أن نكون على قدر ما قدموه. حال الصحافة السورية أنا من وجهة نظري أنه كان لها الفرصة أن تسطر بين سطورها أهم مرحلة تاريخية خاضها الوطن، أن تكتب عن هؤلاء العظماء، سواء من ضحوا سواء من كانوا درع للوطن، بكل الميادين، من شهداء، من جرحى، من عمال، من حتى إعلاميين. يعني هي مرحلة كانت ذهبية للصحافة وفرصة سانحة كي تسجل مرحلة تاريخية من الوطن. بداية كل عام والإعلام السوري بألف خير، كل عام وصحفيو سوريا بألف خير. هي مرحلة جديدة بالتأكيد ننتقل بها من معركة إلى معركة. الحرب على سوريا بدأت إعلامية وتستمر في كل أشكال، سواء في الميدان أو الاقتصاد أو السياسة أو حتى في الشأن الداخلي فيما يتعلق بالحرب على الفساد والمفسدين، وأيضا حرب أخرى هي حرب وسائل التواصل الاجتماعي. فالمسؤوليات كبيرة أمام الإعلام السوري، يضاف إليها جائحة كورونا، يضاف إليها ما يتعرض له أيضا الوطن من كوارث على صعيد الحرائق أو ما شابه ذلك. كل هذه المعطيات هي في مسؤولية الإعلام. اليوم الصحافة السورية مانا بالطموح، مانا حسب الطموح، لذلك أنا بعتبر أنه أمام الصحفيين السوريين اليوم والمؤسسات الإعلامية القائمة عليهم فرصة ذهبية لاستغلال هذه المرحلة وأثبات الوجود أمام الشارع السوري يلي هو ناطرهم وناطر شو بدهم يعملوا بعد هالسنوات الطويلة من الحرب. أنا بحكي الموضوع من ناحيتين، أولاً الصحافة السورية والصحفيين السوريين يحتاجون مزيد من الحريات، مزيد من الحصانة، ومزيد من الدعم القانوني المؤطر. أما من جهة أخرى على الصحافي السوري إذا ما تم إعطاءه الحريات والحصانة أن يكون أقرب إلى هموم الشارع، أقرب إلى السلطة الفعلية للصحافة، أقرب لأن يحقق ما يصبو إليه الشارع السوري اللي نطر كتير واحتاج أن يكون هنالك ملفات فساد ممكن أن تفتح، أو على الأقل متابعات، أو على الأقل إعلام استقصائي. إذن العملية متبادلة بين الجهات المعنية والمسؤولة والمؤسسات الإعلامية وبين الصحفيين.